نبدأ مع بعض بالطاقة العامة. الطاقة العامة بتقول ان انت بتحاول تسعى ان انت تعمل حاجة لبعدين، اوكي، هيجيلك تفكير كده ان انت عايز تعمل حاجة ليك، حاجة مستقرة عن كده. ممكن يكون شغل، ممكن تكون عايز تستثمر فلوسك في حاجة، ممكن تكون عايز تتعلم حاجة وتطور من نفسك، ممكن تكون معاك فلوس عايز تعمل بيها حاجة، تحوشها بقى، تشيلها، تصرفها، تجيب بيها حاجة. يعني شايفها ان ده هيبقى فيه مجال لشراء حاجة، حاجة مهمة بالنسبة لك، انت شايفها مهمة بالنسبة لك. نصيحة التارو، خلي بالك من مخططاتك. يعني المخطط اللي انت شاكك فيه ان هو ما يكملش، حاول ان انت ما تشتغلش عليه. المخططات اللي انت شايفها هتكمل، حاول ان انت تبدأ ان انت تفكر فيها من دلوقتي، وتبتدي ان انت تدور على اسس كويسة تقدر تتسند عليها لغاية لما تنشئ الحاجة اللي انت عايزها. تمام. طب اللي بعد كده بتقول ان انت محتاج ان انت تدور على مكان هادي، تدور على اكتر مكان انت بتحس فيه بسلام. حاول على قد ما تقدر ان انت يعني تتفاعل مع الكون حواليك، حاول ان انت تجيب نبات ترعه، حاول ان انت تخرج، حاول ان انت يعني تحاول ان انت تتعامل مع الطبيعة بشكل اكبر الايام اللي جاية، اوكي، عشان تحاول ان انت تعدل الطاقة بتاعتك وتخليها اهدى من الفترات اللي فاتت. تمام. الطاقة اللي بعد كده هنشوف فيها طاقة العمل، ونبدأ تقسيمتنا بحسب كنادي الوتارو بأعزائي برج الأسد. طاقة العمل بتقول ان انت تمام، انت شايف ان الشغل ده بالنسبة لك شغل مؤقت، محتاج بس ان انت تدور على شغل تاني. تمام. شايفة ان انت ناوي تطور من نفسك او تشتغل شغل تاني، عشان انت بتعول اسرة او بتعول اطفال، فالموضوع بالنسبة لك تحدي ان انت هل تسيب الشغل ده وتستنى وبعدين تدور على غيره. طيب، النصيحة الامثل في الموضوع ده ان انت تقدم السيفيهات بتاعتك او السي في بتاعك في كذا مكان، اوكي، لغاية لما تقبل في مكان. اول لما تقبل ابتدي ان انت قدم استقالتك في الشغل ده، لكن ما تسيبش شغل وما يبقاش في شغل تاني موجود. تمام، عشان ما تحسش ان انت ضيعت كل حاجة. تمام. دي الطاقة اللي قدامي. الطاقة اللي بعد كده طاقة المال. طاقة المال بتقول ان انت مصروفك مش ليك، فلوسك مش ليك، على طول بتصرف الفلوس، مش انت اللي بتصرف، يعني انت بتجيب الفلوس حد تاني بيصرفها. ف عشان كده انت حاسس ان الشغل ده مش نافع، ولا انا شايفين ان انت فلوسك مش مكفياك عامة، يعني الفلوس بتيجي وبتروح في نفس اليوم. بس اللي قدامي كمان ان انت الفلوس بتيجي وتتصرف في نفس اليوم، بس الطاقة بتقول ان انت بيجيلك بدلها على طول. يعني تحس كده ان انت عندك زي ما تقول كده بركة، فما تقلقش من ناحية الفلوس، اللي هيروح هيجي مكانه، فان شاء الله خير، تفائل. يعني شايف الموضوع مش سلبي، يمكن انت مسنود من ربنا، يعني ما بتطلبش حاجة من حد، ما بيحوجكش لحد، ودي اهم حاجة. خلاص، وان شاء الله خير. تعالوا بقى نشوف اخبار طاقة الدراسة. دي الطاقة التالتة بحسب قناة فوتارو العامة، بتقول ان انت الطاقة الذهنية بتاعتك كويسة جدا او جيدة جدا ان هي تستقبل معلومات اكبر من الفترة اللي فاتت. يعني الوضع ده مناسب جدا ان انت تذاكر اكبر قدر ممكن، ومش هتحس مش هتحس بحاجة، هتحس ان انت عادي، هتخلص حاجات كتير قوي في وقت كويس. فحاول انت تستغل الوقت ده
وتخلص اللي عليك كله، هتلاقيك مستوعب، مش حاسس ان في تربسة بقى وكربسة في دماغك والدنيا، هتحس ان هي بيس يعني. الطاقة اللي بعد كده طاقة البيت والأصدقاء، الدايرة المقربة منك برج الأسد بحسب قناة فيفوتارو. اوكي، بتقول ان انت عندك شفاء. اوكي، ممكن يكون شفاء حاجة مزعلاك، ممكن يكون شفاء من مرض كان بقالك فترة متضايق منه، بس الكارت اللي وراه بيقول ان ده شفاء من خيانة، من غدر. فنرجع للطاقة الاجتماعية تاني. يعني اللي انا شايفاه ان شاء الله لو حد مريض يخف، يعني بنتمنى ده للكل، بس الكارت اللي وراه يمكن هو ده اللي غير المسار بتاع القراية شوية، عشان بيقول ان انت هتخف من غدر حد عزيز عليك اكتشفت خيانته يعني قريب قوي. يعني الموضوع كان من قريب ولسه كان في وجع في قلبك، بس خلاص انت بدأت ان انت تشفى منه، فان شاء الله خير. شايفة كمان ان انت عندك نصرة، يعني انت مش هتخف بس، ده انت هتخف وهيجيلك نصرة، هتتنصر على اللي أذيك، على اللي خانك، على اللي غدر بيك ده. بس برغم كل ده انت هتحس ان انت لسه ما خدتش حقك، حاسس ان في كلام كتير قوي انت مخزنه وكاتمه في قلبك، عمال تكتم في قلبك، تكتم في قلبك، تكتم في قلبك، لدرجة ان انت قلبك اتوجع من كتر ما انت كاتم كل ده. حاول تخفف عن نفسك، حاول ان انت تدور على حاجة بتحبها وتعملها، حاول تدور على اشخاص انت بتحبهم وتقضي معاهم يومك. الطاقة بتاعتك حاسة ان هي مغدورة، انتوا فاهميني؟ محتاجين ايد فعلا، ايد طيبة تطبطب عشان تسحب كل الطاقة السلبية دي من جسمك. بس الطاقة بتقول ان انت هتخف، يبقى انت يا اما انت هتعمل ده لنفسك يا اما في حد هيلحقك، بس ان شاء الله خير. الطاقة اللي بعد كده هي الطاقة العاطفية. الطاقة العاطفية بشكل عام ال10 ايام دول بتقول ان انت هتبقى بتدور على شريك او بتدور على شريكك بمنكاش كده، لو انت فين، لو قعد شوية ما تصلش بيك هتتصل انت بيه، انت في اللي هو عايز تقضي وقت معاه. في اوقات كتير اوي هتحس ان انت عارفين لما تبقوا مبسوطين مع بعض كده حتى لو هو مش جنبك، بتفتكر الوقت اللي هو بيبقى مقضيه معاه. طيب نبدأ بسنجل برج الأسد. اوكي، سنجل برج الأسد بتقول ان انت في حد من برج مائي عاجبك بس انت مش عارف تتواصل معاه، التواصل بينكم مقطوع مع ان انتوا الاتنين روحكم متعلقة ببعض، يعني الرابطة موجودة لسه، الرابطة دي ما بتتفكش، بس التواصل بينكم ما فيش، مش موجود اصلا. طب عايزة اشوف هتتقابلوا ولا لأ. هتتقابلوا قريب. اوكي، الطاقة اللي بعد كده هي طاقة مرتبطين برج الاسد بحسب قناة فيفوتارو. بتقول ان انتوا محتاجين تستقروا ذهنيا شوية عشان تشوفوا الحلو اللي في الشخص ده. شايفة ان انتوا محتاجين تدوروا شوية في يعني جوه الشخص ده، تعرفوا عليه اكتر. شايفة ان العلاقة يمكن لسه في اولها، في بدايتها، بس كل ما هتتعمقوا في الشخص اللي معاكوا ده
هتلاقي حاجات كتير شبهكو، بس هو يمكن ما بيعرفش يعبر عن نفسه، فانت مش عارف عنه حاجة، فانت محتاج تدور انت. بس هي دي المشكلة. فاستقرارك انت الذهني ده هيخلي عندك وقت ومجهود تقدر تبذله في ان انت تبحث جواه. شايفة ان انتوا هتتعرفوا على بعض اكتر الايام اللي جاية، فما تقلقش. اوكي، والموضوع هيرضيكوا، يعني هتحس ان هو انت اخترت الصح. الطاقة اللي بعد كده يا طاقة منفصلين برج الأسد، طاقة منفصلين برج الأسد في رجوع وزواج من برج ترابي. اوكي، خلال 5 شهور تقريبا. طيب الطاقة اللي بعد كده هي طاقة مطلقين برج الأسد، حسب قناة بيبو تارو، بتقول ان انتوا عندكو أزمة مالية، مشكلة مالية. اوكي، ومشكلة في السمعة، او مشكلة في حد بيتكلم عليكو كتير وبيحاول ان هو يتكلم في سمعتكم. طيب احب اقول لكم ان الشخص اللي بيكلم عليكم وبيأذيكم ده مش عايز اقول ان هي الكارما، بس عايز اقول ان انت هتقف كده في يوم وهتلاقي الشخص ده بيستنجد بيك اصلا عشان تلحق. فالدنيا دوارة. الطاقة اللي بعد كده طاقة متزوجين برج الأسد، طاقة متزوجين برج الأسد. طيب نبدأ بأول كارت، مشادة كلامية. اوكي، بسبب مبلغ مادي هيخلص على مفيش، يعني مشكلة ملهاش لازمة هتتحل بسرعة. حلو، فحاولوا ان انتوا ايه وانتوا بتتكلموا ما توقعوش نفسكم في الغلط، حاولوا على قد قد ما ما تقدروا ان انتوا وانتوا بتتكلموا تهدوا خالص وبعدين تكلموا. تمام، عدوا 1 2 3 في دماغكم كده قبل ما تقول الكلمة اللي انت عارف ان انت قصدها، عشان تحسس اللي قدامك ده ان انت مش خيطة، فبتحسسه ان هو ولا حاجة، فنعيد من الاول وهكذا. فحاولوا ان انتوا بالراحة على اللي قدامكم عشان رد فعله هيضايقه.